دكتور محمد مدير مستشفى القرن العام. الحادث الإجرام اللي حصل الساعة تقريبا ساعة وربع ساعة وثلث صباحا، سيارة مفخخة، كمية من الجرحى الكثيرة. هو الحقيقة العدد ما يقارب يعني لحد الآن حصيلة نهائية ما عندنا. بالنسبة للشهداء 12 واحد مسجل عندنا، يقال أنه أكو من السوق أكو جثث وأكو أوصال من الجثث. الجرحى ما بين 29 إلى 33، لأن أكو قسم من الناس خذوا جرحاهم بدون تسجيل معظم الحالات، اكو حالات بسيطة عالجناهم اشياء بسيطة، بس اكثر حالات خطرة حولناهم الى مستشفى البصرة. اكيد المدنيين يعني في السوق يعني ما في.